وبعيدا عن التصريحات والمواقف التي تستبق القمة، فهناك ملفات خلافية عديدة سيبحثها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهم في هلسنكي غدا، والذي يعد هذا الاجتماع إذن يعد الأول على هذا المستوى بين الرئيسين منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. أبرز الملفات التي سيتم بحثها الأزمتان في سوريا وأوكرانيا، إضافة إلى الاتهامات بتدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2016. في الملف السوري مشاهدين، تحدثت صحف روسية عن اتفاق ضمني بين واشنطن وموسكو يشمل تعهد الأخيرة بضمان انسحاب الميليشيات الإيرانية من سوريا. أما ملف أوكرانيا فلا يزال محل خلاف بين البلدين، ومن أهم المحاور التي سيتم بحثها هنا وقف روسيا دعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا وقضية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، إضافة إلى المضي قدما في تطبيق اتفاق مينسك على الأرض لحل الأزمة دائما. كما ستكون الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية حاضرة بقوة خلال قمة ترامب وبوتين، خاصة بعد توجيه القضاء الأمريكي لائحة اتهام إلى 12 ضابطا روسيا بقرصنة مواقع إلكترونية ومؤسسات لديها علاقة بالانتخابات. أما موسكو فتنفي أي علاقة لها بالاتهامات الأمريكية، وتنفي أن يكون لمن تتهمهم واشنطن أي دور في الاستخبارات الروسية. الكل ينتظر هذه القمة، أنظار العالم تتجه غدا إلى هلسنكي التي على ما يبدو تحاول أن تجد حلا بين الرئيسين.